بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الكريم سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. معاكم دكتور محمد شلتوت في المحاضرة 9 في أدوبي إكس دي سي سي، وهنتكلم على حاجة اسمها اليو أي كيتس أو اليوزر انترفيس كيتس. إيه الموضوع ده؟ ده بيساعدني إن أنا أبدأ أكتر جوه البرنامج. خلينا ندخل نشوف إيه الموضوع ده جوه البرنامج بتاعنا ويفيدنا في إيه في بعض الحاجات اللي إحنا بنشتغلها. لو فتحت الابلكيشن اللي احنا فيه بيبقى فيه مثلا حاجات زي هكبر كده مثلا شويه، زي العلامات دي اللي هي مثلا زي الايكونز اللي موجوده فوق اللي هي علامه البطاريه بتاعه الموبايل، ال 100% البلوتوث، الحاجات دي كلها بتبقى المنت كده انت محتاجها ومش هتقعد يعني تعملها، هي سهله جدا ان انت تعملها بايديك هنا او على الاستريتور وتجيبها كفيكتور او كرسومات ترسمها بسهله. بس هي الفكره انا ليه اعملها وهي جاهزه، في حاجات جاهزه بتساعدني فيها. اجيبها منين؟ من اللي هي الكيت بتاعتي اللي هي الاي اي اليو اي سوري اللي هي من فايل جيت يو اي كيتس، هيديك كل الحاجات الماتيريال اللي انت محتاجها تشتغل عليها كاليمنت، موجوده في الابل، موجوده في الاي او اس مثلا، موجوده في الجوجل ماتيريال الخاصه بيها مايكروسوفت، موجوده في مور كيتس. كل الحاجات دي لما بتيجي تضغط عليها طبعا اول ما تضغط عليها بتفتح لك الموقع بتاع الخاص ب ممكن بقى بتاع ابل او ادوبي نفسه. هنا ابل مدياك المنت خاصه بيها تقدر تنزلها وبيديك اهو بيقول لك الاي او اس اللي انت عايز تنزله، ايه اللي عندك محتاج تنزل ايه بالظبط، عايز تعمل داونلود فور ادوبي اكس دي ولا الفوتوشوب ولا الكينوت اللي هو شبه الباوربوينت كده، ولا عايز تشتغل على ايه بالظبط. هتلاقي مديك حاجات كتير من اول الاي او اس اللي هي النظام التشغيل بتاعهم للماك بتاعه للتي في لو انت بتشتغل حاجات على التي في بتاعهم، مديك يعني كل دي اليمنت خاصه بيها تقدر تشتغل عليها او تعمل لنفسك مكتبه. خلينا نخش فايل كده ونختار مثلا موريو اي كيتس كده ونشوف هيفتح عليها، هيفتح على ادوبي نفسها. بيديك بقى مور عندك فري متقسمه للحاجات الخاصه بالابل والحاجات الخاصه بالماتيريال الديزاين بشكل عام والتفاصيل بتاعتها، تقدر تنزلها تقدر تستفيد من الاليمنت اللي عليها علشان تقدر تفيدك جدا. خلينا نشوف كده مثلا لو احنا هنيجي على هنا الكيت اللي هنا نشوف ايه التفاصيل. هتنزل معايا هنا داونلود معايا ونفتح الماتيريال بتاعه الاليمنت دي ونشوفها شكلها ازاي اهو. خليني افتح كده التفاصيل بتاعتها اهي، الريسورس بتاعتي عامله لي ريسورس للديزاين عشان تقدر تفيد حضراتكم زي ما انتم شايفين اهي. بص معايا هتلاقي مدياك بقى مجموعه من الكالرز، مجموعه من البطن، مجموعه من الاشكال اللي انت محتاجها تقدر تشتغل عليها بالشكل اللي انت شايفها كده اهو. خليني اختار دي مثلا زي ما انتم شايفين مثلا انا الحاجات دي كل دي مثلا لما تدوس دبل كليك عليها تقدر تاخدها لوحديها زي ما انتم شايفين كده خلاص. بتقدر طبعا التفاصيل بتاعتها هو مديها لك هنا، خلينا نصغر كده اهو. هتلاقي هنا مديك بقى تفاصيل التفاصيل للزراير اهو، لو خدتها اهو كنترول سي مثلا وجيت قفلت هنا وجيت عند البرنامج هنا بتاعي وكنترول في اهو، فمديك بقى ايكونز كتيره. سوري معلش كنترول زد بس زي ما انتم شايفين حضراتكم كده ايكون قدام حضراتكم بالشكل ده اللي انت مثلا عندك اللي هي علامه اللي هي السيرش مثلا اسهم معينه، علامة اللايك مثلا انت محتاجها، علامة اللي هي الماركت او انت بتعمل سوق او ابلكيشن خاص بالسوق، علامة الكاليندر، علامة الصح، كل واحدة كاليمنت لوحديها تقدر تاخدها اهو وتقدر تعدل عليها في الالوان بتاعتها كمان اهو زي ما انت عايز طبقا للابلكيشن بتاعك والشغل بتاعك اللي انت محتاجه. فطبعا الامر هنا بتلاقي هنا الجيت بيفتح لك كل حاجة. لما تقدر تدخل على موقع ادوبي نفسه اكس دي على ادوبي هتلاقي تفاصيل كتير كتيرة تقدر تعملها داونلود وتاخد الاليمنتس دي تساعدك على التصميم. وطبعا تقدر طبعا برضو تعمل سيرش على جوجل نفسه تمام. خليني اعمل سيرش قدام حضراتكم كده اهو، هتعمل كيتس مثلا فور مثلا اكس دي ادوبي اكس دي اهو ماشي. هتلاقي طبعا مواقع تانية كتير عاملة لك حاجات كتير تقدر تستفيد منها. خلينا نخش على الايمج تبص على الشكل بس، بص كل دي اليمنتس تقدر تستفيد منها في التصميم بتاعك
علشان في حاجات بتبقى جاهزه بتريحك شويه في الزراير في الاشكال وغيره، ودي من الحاجات المهمه جدا جوه البرنامج تقدروا تستفيدوا منها باذن الله. اتمنى المحاضره تكون مفيده ليكم في الجزئيه البسيطه دي، واتمنى ليكم تشاركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، تتفاعلوا معايا على السوشيال ميديا في اي اسئله، وان شاء الله تكون المحاضره مفيده والمحاضرات اللي جايه تكون افيد وافيد باذن الله في البرنامج، وتعرفكم اكتر ايه هو ادوبي اكس دي، ويبقى اول خطوه ليكم لتصميم الانترفيس الخاص بيك على كابلكيشن او على ويب ديزاين نفسه. كنت معكم دكتور محمد شلتوت في محاضرة 9 في ادوبي اكس دي سي سي، واتمنى تكون مفيده، واشوفكم على خير في المحاضرات القادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.